حول الموضوع معنا من عمان الدكتور أشرف بني محمد، خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية، أو بني محمد عفوا. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. خصائص الأسناين، خصائص السامسونج الجديدة، الخبر ذكر قبل قليل أنه لديه بعض التطبيقات البصرية الخاصة بوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا تركيز الشركة في الأسناين وأسناين بلاس على الكاميرا وعلى الإضاءة. بحسب المعلومات المتوفرة لديكم، ما الذي يجعل الأسناين مختلفة؟ أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أطلقت سامسونج وبهدف واحد، هو جذب مستخدمين شباب. المستخدمين الشباب التركيز الأكبر لديهم على النصوص، على التواصل الاجتماعي، على الأدوات التي تساعدهم على استخدام الوسائل التواصل الاجتماعي من إنستغرام، فيسبوك، تويتر. الجديد في الهاتف الجديد ليس بكثير، لكن يبدو أنه الكاميرا بشكل أساسي والواقع المعزز أو بالإضافة إلى الواقع الافتراضي هو ما هو يعزز أو يساعد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. توفرت أدوات بحيث أنه نستطيع على سبيل المثال زي ما تفضلتي تحويل مثلا صور نلتقطها بسيلفي إلى رموز تعبيرية إيموجوز، فبتسهل عملية التبادل وخصخصة وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها من قبل الشباب. الماركت أو السوق الهواتف الذكية يشهد الآن شبه نمو ضعيف، فالتركيز ليس فيه فقط على إبداعات أو ابتكارات جديدة، وبقدر ما هو التركيز على زيادة المحاولة زيادة المبيعات. طيب الجودة، جودة يعني نعلم بأنه كان في فترة الأخيرة شكوى كبيرة على أبل، هنا يعني نقارن أو قليلا لأنه الشركتين يعني ربما سامسونج تحاول المنافسة أيضا. جودة منتجات سامسونج يعني هل يمكن أن تغطي على أبل الآن؟ أرقام السوق تشير إلى أن مبيعات سامسونج أكثر من مبيعات أبل لعدة أسباب، من ضمنها الجودة، وكما تعلمين جزء كبير من أجهزة أبل وخصوصا المعالجات تصنعها سامسونج. بالإضافة إلى جودة الكاميرا والتكنولوجيا التي تستخدمها والتقنيات التي تستخدمها سامسونج كانت متقدمة على أبل في مراحل، وليس هذا بجديد، يعني التعرف على الصورة كان لدى سامسونج قبل أبل، وكانت الفكرة في المنافسة الموجودة لدى سامسونج هي على تقديم نوعية وجودة بسعر مقبول، خصوصا في لأنها كان في عندنا استهداف لأسواق الهند والصين ودول شرق آسيا، فمعدل الدخل كان بيلعب دور كبير. نعم، طيب في ظل تباطؤ سوق الهواتف الذكية ومع تقنية جديدة لجذب الشباب وتركيز سامسونج على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصية الخاصية البصرية للتطبيقات، هل يمكن أن يجد له مكان واسع الأسنان بحسب متابعتكم وتوقعاتكم؟ إلى الآن التوقعات تشير إلى أنه سيتم أو ستبيع سامسونج حوالي 45 مليون جهاز، وهذا الرقم يتخطى رقم أبل، أو وهذه حسب تصريحات أبل. إلى الآن سامسونج يبدو أنها تحتل الرقم واحد في حجم المبيعات، وخصوصا إذا نظرنا إلى الأسواق، خلينا نحكي الهند والصين وشرق آسيا. فأتوقع أنه سامسونج ليس لديها المشكلة، لديها الآن هي في المبيع الأكبر وليس في خلينا نحكي إيجاد وفتح أسواق جديدة خصوصا لدى الشباب. وليس في خلينا نحكي إيجاد اختراعات تنافس بشكل كبير لأنها أوريدي أو بشكل مسبق متقدم. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا دكتور أشرف بني محمد، خبير تقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.